الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، قال الله اخبرنا انه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم الى غير ذلك من اسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم ان الاسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، كذلك أسماء القرآن، القرآن، الفرقان، الهدى، النور، التنزيل، الشفاء، وغير ذلك مثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها. هل هي من قبل المترادفات لاتحاد الذات أو من قبل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم عن الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات، لأن الذات واحدة، لأن الذات واحدة فهي مترادفة في الذات لكنها متباينة في الصفات. إذن هنا فضيلة الشيخ يبين أن نصوص الأسماء والصفات معلومة لنا من وجه، من أن أسماء الله تعالى التي أخبرنا بها مفهومة لنا، فنفهم أنها أسماء لله تعالى من الأسماء الحسنى الدالة على صفاته، فلذلك نفرق بينها باختلاف فما تدل عليه من الصفات، نعلم أنها جميعا دالة على ذات مترادفة، وأنها دالة على ذات واحدة هي ذات الله جل في علاه، هي متفقة متواطئة من حيث الذات، يعني متحدة في دلالتها على ذات الله، فهي أعلام على ذات الله جل في علاه، دل على صفات كل هذه الأسماء، لا كما تقول المعتزلة أنها أعلام محضة، ودي معناها أنهم يقولون بتعدد الذوات. إذن نحن لا نقول بأن الأسماء مترادفة ولا متباينة، يعني لا هي مترادفة مطلقا ولا هي متباينة مطلقا، بل هي مترادفة في دلالتها على الذات ولا متباينة مطلقا، لأنها كما قلنا أيضا لا تدل على تعدد الصفات، وهذا كله على اعتقادنا بأن الاسم يتضمن صفة ويستلزم صفات، أن أسماء أو أنها جميعا أسماء لله تعالى، ونفرق بينها فنقول المغفرة والرحمة من صفات الله جل وعلا، السمع والبصر من صفات الله، العزة، الحكمة، الرحمة، القوة، نعم. ولهذا نقول إن السميع والبصير من حيث المسمى يعني الذات، فالسميع دال على ذات واحد والبصير دال على ذات واحد، فهما اسمان لمسمى واحد، ولكن السميع صفته السمع والبصير صفته البصر، يبقى إذا من حيث المعنى والصفة افترقا، فالسميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر، وهكذا في كل الأسماء، فتكون مترادفة متباينة، تكون مترادفة متباينة. ذلك أي نظير أسماء الله تعالى، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء أحمد والماحي والحاشر والعاقل، كلها أسماء كثيرة تدل على ذات واحدة، ذات النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. فهذه الأسماء كلها أسماء لمسمى واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل اسم له معنى، فهي متحدة من وجه أنها تدل على الذات، مختلفة من وجه أن لكل اسم صفة يختص بها. هكذا، وهذا إن كان في المخلوق كمال فهو في الخالق كمال، بل من باب أولى أن يتصف الخالق بهذا الكمال. وهذه الأسماء أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى معانيها، نعم. وكذلك أسماء القرآن، فالقرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والكتاب والشفاء، كل ذلك أسماء، كلها أسماء لمسمى واحد، فتتفق هنا أنها تترادف وتتباين أن لكل اسم معنى يستقل بذاته عن المعنى
عن المعنى الآخر، وهذا أيضا كمان. يبقى إذن عندنا أسماء الله لها وجه ترادف ووجه تباين، متباينة إذا قصد بها المعاني، فالمعاني مختلفة لأن الكل اسم صفة، نعم، ومترادفة لأنها جميعا تدل على ذات واحدة هي الله جل وعلا. يبقى إذن لنا أن نقول التحقيق بأن الأسماء كل الأسماء مترادفة في الذات لأن كلها تدل على ذات واحدة، متباينة في الصفات لكل اسم صفة، الرحمن صفة الرحمة، السميع صفة السمع، البصير صفة البصر، وهذا كله على طريقة أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة فإنها مترادفة لأن جميع الأسماء لا أعلام محضة لا تدل إلا على الذات، فالفرق عندهم من السميع والبصير والعليم كلها شيء واحد، ويقولون ما في معنى أنهم ينفون كل الصفات، فيقولون الأسماء مترادفة حقا لكن لا يقولون بأنها متباينة، لأنه هو أصلا ينفي الصفة أصالة في هذا الباب. يبقى إذن هذه مسألة من أهمية المكان، بأن أسماء الله مترادفة من وجه، متباينة من وجه. مترادفة الجميع الأسماء تدل على اسم واحد، على ذات واحدة، ومتباينة أن كل اسم له صفة مستقلة. لو فيها سألة تفضلوا من الأذان يصلي السنة، لا انتظري ما يقرب من 20 دقيقة، ما يقرب من 20 دقيقة، لأن الأذان هنا أذان ليس الأذان الصادق، الفجر ليس الفجر الصادق، استغفر الله، ليس الفجر هنا الفجر الصادق. دكتور عبد الله جزاكم الله خيرا، أحسن الله لك دكتور هشام، جزاكم الله خير، صلى الله دكتور هند، غفر الله لك سكينة، عامة أعذرك معك لكن ماذا أقول؟ كان الله في عونك، بركت سكينة، أحسن الله عليك، وجعلك الله رأسا في الناس، أبر الله بك ومن الأبرار، أحسن الله عليك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله